الحمد لله رب العالمين حمد عباده الشاكرين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد المبعوث رحمه للعالمين ايها الاحبه الاكارم حياكم الله وبارك الله فيكم وزادنا واياكم علما وعملا ورزقنا الاخلاص والقبول يا رب العالمين. برنامج جديد بمشيئه الله سبحانه وتعالى هذا البرنامج عنوناه بمشيئه الله بعنوان اثار السلوك لمعاني اسماء ملك الملوك سبحانه وتعالى اثار السلوك علنا ناخذ سلوكا عظيما طيبا مباركا هذا السلوك ناخذه من معاني اسماء ملك الملوك سبحانه وتعالى الذي له الاسماء الحسنى والصفات العلا فيا ايها الاحبه كونوا معنا مع هذه الحلقه الاولى التي نبتدئ بها ان شاء الله وبدعواتكم حياكم الله في اول لقاء من برنامجنا هذا ايها الساده الذي نعيد مرة اخرى اثار السلوك لمعاني اسماء ملك الملوك الذي يتناول دراسة اسماء الله الحسنى ومعانيها التي لها اهمية بالغة في بناء العقيدة في النفوس وخاصة تصحيح السلوك الانساني واستقامته في الحياة وخاصة في هذه الايام التي كثرت فيها الفتن والمحن وظواهر من الالحاد او الانحراف او بروده علاقه العبد تجاه ربه سبحانه الذي خلقه في احسن تقويم ومن اجل هدف وغايه ساميه ليكون خليفه الله في ارضه بعبوديته واخلاصه لربه وصدقه معه ولذا نحرص في قراءتنا وفي حلقاتنا هذه لاسماء الله الحسنى على ابراز المعاني العلميه والعمليه والتربويه الجامعه والبعد عن مظان الايهامات ومواطن الخلاف راجين من الله سبحانه ان تكون هذه الدراسه معوانا للمربين والسالكين وللدعاه والوقوف على الاداب الواجبه تجاه ملك الملوك تبارك وتعالى واسمائه الحسنى المباركه وما يوجب على العبد ان يتخلق به من صفات اخلاقيه منبثقه من هذه الاسماء ومن المهم ان نذكر اننا سننقل ان شاء الله جمله كبيره من الاقوال المباركه للعلماء والائمه ومن اللفتات التربويه المنبثقه والمبثوثه في كتب التربيه وخاصه كتب الامام الغزالي والامام القشيري والامام النووي وغيرهم جميعهم رحمهم الله وجزاهم عنا خيرا. وحسبنا اننا جمعنا ما من المعاني ضمن منهج تربوي واضح. نسال الله ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا ونساله ان يجزي عنا علماءنا ومشايخنا خيرا وان يبارك بهم وينفع بهم والبدايه ايها الاحبه مع الاسم الاول المقدم الله سبحانه فاعلم انه لا اله الا الله الله لا اله الا هو الحي القيوم فالله سبحانه هو الاسم العظيم الدال على الاله الحق الجامع لجميع صفات الكمال وهو الذي فطرت النفوس على الايمان به والخضوع له افي الله شك فاطر السماوات والارض وهو الذي جبلت النفوس على حبه وتعظيمه ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا أشد حبا لله، وهو الذي خضعت العقول له، فالوجود كله لغز ومدعاة حيرة حتى يسعف الإيمان بالله عز وجل، وتنتهي إليه سبحانه وتعالى كل التساؤلات، ويصبح الكون ذا وجهة وغاية ومعنى. وهو الذي جل ان يحيط به احد سبحانه وتعالى وعجزت العقول عن ادراك ذاته فاذا استشعر العبد عجزه عن ادراك ذات الله ادرك عبوديته وضعفه ومحدوديته وصل انذاك الى حقيقه الايمان كما قيل العجز عن الادراك ادراك وهو الذي تتعلق القلوب به سبحانه لرفع حاجتها وازاله ضرها من وراء الاسباب ساعه الاضطرار فذلك قوله تعالى امن أم يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء سال رجل الامام جعفر الصادق رحمه الله عن الله فقال للسائل هل ركبت البحر يوما قال نعم قال هل ماج بكم البحر حتى ايقنت بالهلاك قال نعم قال اما خطر في بالك عندها ان هنالك من يستطيع ان ينجيك اذا اراد قال بلى قال فذاك الله سبحانه وتعالى والعبد مطالب ان يؤمن بالله عز وجل من وجهين الاول هو اثبات وصف الالوهيه والربوبيه لله سبحانه فهو الاله الحق وهو رب العالمين سبحانه وتعالى وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله وهو رب كل شيء سبحانه وتعالى اما الثاني وهو نفي وصف الالوهيه والربوبيه وخصائصها عن كل ما عداه سبحانه وتعالى والمتتبع لايات القران الكريم يجد ايها الاحبه ان الانبياء عليهم الصلاه والسلام في جهادهم لارساء التوحيد بين اقوامهم لم تكن مشكلتهم الا في الوجه الثاني من الايمان فقد اثبت القران الكريم للكفار ايمانا بان الله خالق ورزاق ورحمن وغير ذلك ولكن الكفار كانوا ينكرون تفرد الله تعالى بالالوهيه والربوبيه وخصائص ومستلزمات الالوهيه والربوبيه فشهادة التوحيد ايها الاحبه وعنوان الاسلام وركن الايمان لا اله الا الله نفي لالوهيه كل ما عدا الله سبحانه من صنم ووثن وملك وملك وبشر واثبات لوصف الالوهيه لله وحده سبحانه وتعالى وعداوه المشركين للمؤمنين كانت بسبب التوحيد والبراءه عن الشرك وذلك واضح لمن تامل امثال هذه الايات اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله والذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله فالله سبحانه وحده هو مصدر الوجود وخالقه وهو الفاعل الحقيقي من وراء الصور والأسباب ومن هنا أيها السادة كان على المؤمن ان يخضع له وحده في عبادته ورغبته ورهبته وخوفه ورجائه ومن هنا ايها الاحبه كان على المؤمن ان يتلقى عن الله وحده القيم والمفاهيم والتصورات والعقائد والشرائع فاذا استقرت هذه المعاني ورسخت في قلب المؤمن فحملته على صياغه حياته لتترجم معاني هذا التوحيد في واقع حياته والحياه من حوله فهو التوحيد الذي يقبله الله وهو الذي يسميه في القران الكريم الاستقامه والتي ربط بها النجاه والكرامه ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون ثم قال ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم اكرمنا يا الله وعرفنا بمعاني هذا الاسم العظيم واجعلنا يا ربنا ممن عندهم الخشيه والاخلاص وصدق العباده والعبوديه لك يا رب العالمين كنا مع هذا الاسم ولمحه امام معنى يعني سبحان الله بفهمنا الضعيف المسكين عل الله ان ينفعنا ويرفعنا صلوا على الحبيب بعد ان توحدوا ربكم سبحانه وتعالى والحمد لله رب العالمين